أمجد مرحبا. أهلا نواف، شخبارك؟ تمام، شخبارك؟ شيء غريب جدا أن لقائنا الحالي هذا بعد فترة طويلة من الزمن هو لقاء ديجيتال ورقمي من غير أحضان، من غير هذا. صحيح يعني صحيح، يعني أنا قاعد بقالي فترة قاعد أعاني من هذا الشيء، خصوصا لما يكون الموضوع مع أصدقاء، مع صديق زيك يعني. والموضوع بس اعتقد حنتذكره في يوم من الايام، وحتكون هذا العام يعني حيكون شيء تو ريمبر يعني. صحيح صحيح. انا تدري الازمه صراحه في الاشتياق، مو بس نحن نلتقي انا وانت او الاشخاص الاخرين على الانترنت، لكن ايضا لو فرضنا ان صار لقاء حقيقي، هل فعلا هنحضن بعض؟ هل فعلا هنسلم على بعض بالايد؟ يعني هذا يعني الموضوع بصراحة كان سؤال مطروح عندي قبل مهرجان الجونة الماضي. أيه. أنا كنت في لجنة التحكيم وكنت باخذ قرار، وعندي الفوبيا أنا جدا من الموضوع الفيروس. بس بصراحة أول يوم ثاني يوم كان الموضوع من بعيد، أحيانا في ناس ما تقدر ويصير في الريسك للأسف. أيه. اللي أحيانا الواحد ياخذ طبيعتنا الفنية كمان، عارف. أيه. شوي في هذا فلا صراحة يعني حضرنا وبصنا وكل شيء. أنا لين الحين مسيطر على مشاعري بشكل ضخم جدا. من شهر 3 إلى اللحظة هذه أنا حضنت مرة واحدة بس، وكانت أختي. لا انت قوي بصراحة، وأنا عارفك من زمان نواف تسيطر على مشاعرك بشكل قوي، بتعرفني ما أقدر، برج العقرب. اسمنا عقرب وإحنا ناس ضعاف القلب يعني. إحنا للدلو، إحنا ناس عندنا عمليين. زين، خلنا بدام تكلمنا على الفيروس والبانديميك والحالة الإبداعية وكذي، خلنا يعني أنا شوي عندي فضول إن أشوف الآخرين كيف تعاملوا مع الأمر في فترة العزل الذاتي، في فترة الحجر، أيا كان كل واحد كيف مر عليه. أنت شخصيا الفترة هذه، الشهور هذه كيف عدت عليك وكيف تعاملت معها إبداعيا؟ يعني تحديدا في الحالة الإبداعية، مش الحالة النفسية، ما أتكلم على النفسية. صحيح. إبداعيا كيف، هل استغليتها، هل ما استغليتها، شو سويت؟ يعني أنا جاتني مش هتستغرب، أنا كنت سعيد بالحظر الإجباري علي أنا شخصيا، مش على العالم، لأن الموضوع كان صعب بالنسبة للناس كثير، بس أنا علي تحديدا بعد كل فترة تحضيرات الفيلم، وأنت كنت قريب مني لأنه واف وعارف قد هالفيلم كان معركة في السودان تحديدا أيام الثورة وما قبل الثورة، فأنا وبعدين إطلاق الفيلم ومع أول عرض له أخذ جائزة فينيسيا، فهذا عمل شبه عروض يومية، أنا كنت من طيارة لطيارة، فما صدقت في مارس الماضي لما قالوا ما في سفر، وكان عندي جدول تور في أمريكا وأستراليا اتلغى لحد شهر 7 اتلغى، فأنا ما صدقت نقعد واستقر لوحدي في القاهرة، كنت أحتاجها. فبصراحة أول فترة وقفت أي حتى محاولات عمل إبداعي، غير أنه بعض المهرجانات تحولت فيرتشوال وكذا، فبقيت أعمل نفس الزوم ميتنج هذا بشكل يومي تقريبا في كل الفترة، فهذاك الشيء كان مستمر. ولكن كمان ابتديت عمل على مسلسل درامي جديد، فقعدت أكتب، وكنت استغلت بدايات الحظر أنا وبعض الأصدقاء، ما أقدر على أساميهم الآن، في تطوير الفكرة المسلسل أونلاين زوم ميتنجز، كنا يوميا نقعد 6 ساعات زوم ميتنجز لمدة يمكن 20 يوم. جميل. لا حلو. أنا صار شيء مشابه أول ما صار أول يوم في العزل الذاتي. أدركت فجأة أن أنا الحين كل الساعات اللي كنت أقضيها برا البيت راح أقضيها داخل البيت. فنرجع للطبايع البشرية، أنا طبيعتي مو كذي، أنا ما عندي شيء مجانا،
فالساعات هذه ما راح تقع ما راح تضيع كذي، فقلت بس استثمرها في شغل زياده. فاحنا يمكن محظوظين في شغلنا ان نقدر فعلا نشتغل من البيت، ففكره الكتابه فكره مشاهده الافلام كل هذا شيء مهم يعني. صحيح. لا ولا كمان نواف تذكرت ايش قد انا بيتوتي، يعني كنت نسيت ايش قد انا احب البيت. انا فعلا ما كنت متضايق ابدا من قعده البيت، لان انا احب اني اقعد في البيت اكتب اقرا، يعني من هواياتي بصراحه يعني، واتقنها يعني، اتقن ان اقعد في البيت وانجز اشياء كثير بالايميل وبالاونلاين. فاكتشفت نفسي اكثر في هذه الموهبه، موهبه البيتوتيه. لا انا هذا الاختلاف عندي. انا بالعكس انا ابدا مش بيتوتي، لكن ما عندي مشكله في البيت، ولكن الازمه كانت ان انا في حياتي ما تعودت اقعد في البيت مثلا يومين ورا بعض من غير ما اطلع يعني. اوكي انا كل يوم في البيت، لكن كل يوم اطلع، فاني مر علي يوم كامل ما اطلع، اذا ثاني يوم انا ما طلعت وادركت ان امبارح ما طلعت اليوم ما طلعت، اخترع شيء عشان اطلع، اروح اجيب شيء. فهذه كانت صراحه المعضله عندي اول ايام، ان تعال انا فعليا عمري ما تعودت اسوي كذي في حياتي، لكن يعني التكيف شيء مهم طبعا. صحيح. فلا جميل جميل، وحلو انك قاعد تشتغل على مشاريع قادمه. بس يعني هذا يجلبني الى سؤال اخر الحين قاعد افكر فيه. بما ان انت قاعد تشتغل على هذا المسلسل 6 ساعات كل يوم، سواء كتابه او زوم ميتينجز وكذي، بس خلني اسالك على الكتابه خارج اطار حاله الوباء اللي موجود. هل اصلا الكتابه جزء من شغلك اليومي؟ هل 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 عندك جدوله او اسلوب معين تتعامل فيه مع الكتابه كامجد؟ لا الحقيقه يعني هي انا الكتابه هي الاصل بالنسبه لي، يعني انا مش نوع المخرجين اللي جاي مثلا من اصل مونتير او من اصل مصور او من اصل، انا جاي من اصل الكتابه من عمر صغير. يعني كان بالنسبه لي الكتابه هي المدخل اصلا، حتى مش الكتابه، حتى قراءه الروايات من طفولتي من المراهقة كنت أقرأ نجم محفوظ وزابيل الليندي وجبريل غارسيا ماركيز، فبالتالي أنا مدخلي أصلاً للسينما هو بسبب تخيلاتي للروايات اللي كنت أقرأها وأنا صغير. بس ما أجدولها، يمكن لأنها مربوطة عندي بالحب العام مش بمهنية الكتابة ووقت محدد لازم أكتب فيه. فهي بالنسبة لي أنا الفكرة هي اللي تفرض نفسها أو المشروع، بعد كده الديدلاين يفرض نفسه. فحسب الديدلاينز بس تلقاني برضو لازم عندي بس شيء واحد، ما أقدر أكتب وأنا شديد السعادة، ولا أقدر أكتب وأنا شديد الحزن أو الكآبة. لازم عشان أكتب بجهز نفسي بمود معين إن أكون nothing، غير موجود. يعني أنا كأمجد وحاسس أمجد ومشاعره غير موجودة، عشان أقدر أتخيل ببساطة مشاعر وأحاسيس وحزن وكآبة الشخصيات اللي أكتبها، بس أنا مش جزء منها. يعني يجب أن أكون في حالة فلات، عارف لما تصحى من النوم وتحس نورمال، يعني عادي لا مبسوط ولا حزين، أنا هذا اللحظة اللي أقدر أكتب فيها. وبالتالي أتحاشى السوشيال ميديا أيامها، لأن السوشيال ميديا تغير مودي بين ساعتين وساعتين حسب مين مات في التايم لاين ومين عزينا ومين أسعدنا بخبر جميل جدا خلانا اكسايتد. يعني هي بس فابن على السوشيال ميديا أيام الكتابة درامية. طب هذه يعني معادلة مثيرة للاهتمام صراحة. طب شو تسوي لما يكون عندك ديدلاين وانت اليوم سعيد كثير أو اليوم حزين كثير وما عندك وقت تحط نفسك في مود أو كذا، ووراك ديدلاين عندك يومين مثلا أتعب فيها جدا، لازم تخلصها، شو تسوي؟ I suffered يعني بتعب جدا، بس في هالحالة أعتقد هنا بتدخل الجزء المهني اللي احنا بنخبيه عادة لما يكون عندنا وقت، فاهم علي؟ فطالما انت عندك هذا الجزء المهني الموجود فلا هنا يفرض نفسه. بس انا عموما احاول اتعامل مع الكتابة بدلع اللي مش مهنية، مع انها اكل عيشي، بس لا احاول اعطيها هذا الصياغة عموما، ولما يكون في شيء لا اعرف اضبط نفسي. عموما انا اقدر اضبط نفسي وكيف نفسي، وهذا الشيء صار معي في نص العشرين في تصوير الفيلم. يعني في نص التصوير حصلت مشكله مع اهل القريه، خسرت 5 لوكيشنات قاعد اجهز فيها من 5 شهور،
لما كان كل اللوكيشن ومدراء الانتاج ومساعد المخرج قاعدين يرقموا زي ما يقولوا بالمصري وفي حالة من الضياع والغضب انا كيف راسل عليهم لان انا باني كل ما كل ديكوباجي على هذا المسجد وهذا الكنيسة وهذا الخلوة وهذا اللي صار ان بكل هدوء طب اوكي نيكست روح بكره نعمل سكاوتينج وبعد بكره ار ديبارتمنت ويل دو ذس وانا بصور بعد 3 ايام ندخل على اللوكيشن في هذا الوقت وعملته بكل بساطه من غير ما صرخ مع ان انا كنت عاشق للوكيشنات اللي اتعملت واشرفت عليها شهرين ثلاثه يعني فبالتالي اعتقد ان وقت شو يقول وقت الشده اكون قدها يعني لا هذا اعتقد واحده من الخصال المهمه في اي مبدع او تحديدا في شغلنا المخرج ان فكره التكيف رقم واحد وفكره طبعا ايجاد الحلول طيب كل واحد ممكن يصارخ وكل واحد ممكن يتنرفز لكن في النهايه في جدول وفي فريق عمل وراء وانت المخرج يعني هو القائد دائما ولا صحيح بس تعرف في مخرجين مصر مثلا نواف ممكن يوقفون التصوير لحد ما يرجع الشيء اللي هم يريدونه بالضبط مش زي مدرسة أحيانا الواحد يكون راسم بطريقة ما إنه ما حيغير أو ما يقدر يغير نفسيا ما يقدر يغير بس بصراحة في حالة الاندستري اللي لا اندستري اللي أنا اشتغلت فيه ما عندي هذا الرفاهية وكانت الثورة شغالة أصلا وأنا معي أجانب ما عندي حتى رفاهية إنه لا أنا أسلوبي ومدرستي إني لازم يعني ما كان في هذا الرفاهية هو اعتقد جزء من الرفاهيه دائما مربوط بالانتاج يعني بغض النظر انت وين قاعد تشتغل سواء في صناعه مؤسسه او في صناعه في نهايه الانتاج هو الحكم الاخير ان هل فعلا نقدر ننتظر شويه ولا لا هل فعلا لازم نتحرك في اللحظه هذه ولا لا هل انت عندك رفاهيه ان انت تفكر ولا لا فهي قصه والله بالضبط لا جميل جميل زين مشاهده الافلام طبعا مشاهدة الأفلام صدق على ذكر الحاضر جاتني حالة انت عارف انا سيرفيل يعني وأحب الأفلام بس بقالي فترة عشان بسبب تصوير الفيلم مونتاجه وعرضه والسفر كنت عايش في المطار تقريبا في من شهر 9 فينيسيا لحد وقت الحاضر انا حتى كنت موجود في مصر بصفة لجنة تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للأفلام الوثائقية طويلة يعني وصار الحاضر واحنا في الاقصر وتحبسنا في الهيلتون هناك في الاقصر بعدين نزلت مصر قعدت مع صاحبي شوي لما لقيت شقه وقعدت فيها يعني اللي مشاهده الافلام صار لي منها حاجز بصراحه صار لي منها حاجز مفاجئ معنا بروجرامر مهرجان السودان للسينما المستقله يعني بس صار لي حاجز في بدايات الحاضر وحسيت ان انا عايز اتفرج على اشياء خفيفه اتفرجت على فريندز لأول مرة في حياتي by the way على first five seasons تفرجت على لوسيفر نتفليكس تفرجت على مسلسلات كمان لطيفة جدا مسلسل باب باولو سورنتينو the new bob and the young bob وكنت كل ما أحاول أجي أشوف فيلم من الأفلام اللي أحبها المخرجين أحبهم زي يورجس لانتيموس أو غيره ما أقدر أحس إن أنا I'm not there I need something too light yeah واستمرت هذه الحالة لحد ما جاء مهرجان الجونة كنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة طبعاً فلا تفرجت لي 16 فيلم إجبارياً بالشكل المهني اللي قلنا عليه وهذا فتح لي الباب خلاص من بعدها أنا حالياً رجعت أمجد سيريفيل السابق أوكي لا أنا صار معي العكس أنا بالعكس تماماً أول ما بدأ الموضوع كنت يعني زادت المشاهدات عندي يمكن تريبل ثلاث أضعاف لكن صار لي الكلاش الحاجز هذا صار لي يمكن بعد 3 شهور أو 4 شهور اللي هو أنا ما أبغي يعني صار ما أبغي يعني لما أقعد أشوف فيلم أحس أبغي أسكره وأبغي أروح أشوف العيال كبرت أبغي أروح أشوف فيلم قديم أعرفه مش فيلم جديد لا فيلم قديم أعرفه لأن أعرف إنه كيف راح أتعاطف معه أو أتعامل معه عاطفية قريب من الحالة اللي صارت عندي على فكرة هي بالضبط هي حالة مش عارف لأن كمان في ملل في وجودك مش مفاجئ في المنزل فيمكن يصير نوع لا طبعا على الأقل ألقى حد ألقى شيء يسلي للوقت يعني أكثر من يتعب مشاعري لأنه أحيانا السينما المستقلة اللي نحبها متعبة جدا للمشاعر سواء right or left يعني صحيح 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 طب سؤال جانبي بما أن احنا نتكلم على مشاهدة الأفلام
بغض النظر عن رايك، الحين بسألك على رايك، لكن الواقع يقول ان في جهات كثير، سوري مش جهات، افراد اشخاص اخر يعني مختلفين، وبعضهم عاملين في المهنه هذه، مهنه السينما، يدورون على الافلام عشان يشاهدونها، وفي طبعا الجهات الرسميه والوسائل الرسميه وصالات السينما وجهات التوزيع، يعني في منافذ مختلفه، والحين البلاتفورمز الديجيتال مثل نتفليكس وغيرها، ولكن احيانا نتحصل في اشخاص يجي امامه فيلم مقرصن، وهو يقول ان زين انا ابغى اشوف الفيلم وما عندي وسيله اخرى اشوفها غير انه هو مقرصن، قد يكون موجود على بلاتفورم، قد يكون موجود في مكان اخر بشكل قانوني، ولكن صار بعد في فكره الاستسهال شويه انه يلا الفيلم موجود وما ابغى اضيعه وابغى اشوفه الحين. شو رايك في الفكره هذه؟ شو رايك في فكره القرصنه بشكل عام، وتحديدا السينمائي او العامل في المهنه اللي هو نفسه يقوم بالقرصنه او يشاهد افلام مقرصنه؟ مش قادر ارد بشكل عام لان قاعد اعاني منها بشكل خاص من شهر 5 الماضي. تسرب الفيلم، طبعا عارف لما ابتدت المهرجانات السينمائيه تقتنع بموضوع الفيرتشوال سكريننج وتحول المهرجان لفيرتشوال سكريننج. كان عندي مهرجان في سويسرا وكنت رايح حتى لسويسرا، بعد طبعا شهر 3 خلاص قررنا ما هنروح، وبالتالي هم عملوا المهرجان فيرتشوال واحنا سمحنا لاول مره بفي او دي، وتسرق الفيلم من خلال يعني مواطن سويسري من اصل سوداني عايش هناك، عمل اكاونت، هو طبعا كسوداني متحمس جدا انه يشوف الفيلم، وفي اخر في نفس التوقيت تقريبا برضه كمان شاب كويتي هو الفيلم حاليا باللوجو القناه مالته موجود، اتسرب الفيلم. فتخيل انا اللي كنت عندي بلان للعرض في السودان وعندي بلان ما ادري شو، وعارف انه عندنا عقود مع نتفليكس على اخر العام، عرفت فانا بالنسبه لي الموضوع يعني من أسوأ الاشياء اللي صارت علي عندي، يعني لان في الاخر ما حد يفهم تعبك اللي تعبت على الفيلم كل هالوقت، تعبك ماديا كمان، تعبك ماديا، انت واخرين امنوا فيك ماديا وعملوا انفستمنت في فيلم موجود تصويره في بلد هي عباره عن ساحه حرب كانت ايامها، لما اعطوك الفلوس في البلد هاي، وكان شيء مغامرات منهم. فبالتالي انا ما اقدر افهم ليه الواحد ما يقدر يستنى لحد ما الفيلم يكون اراوند، يعني تحس انانيه ان انا اريد اشوف الحين اكثر من منطقيه ان ربعنا احيانا يكون ردد عنك. على فكره انا مثلا اغلب المشاركين السودانيين للنسخه المصرفه واللي هم يكتبون احيانا سوري والله ما اقدر استنى انا فعلا وايد اريد اشوفه بس احنا مشجعينك واحنا فخورين واحنا كذا، اللي هو just doesn't fit. زي البارحه في كومنت واحد كاتب لي انه شقد هو حب الفيلم وكذا، بس للاسف الصوت كان مش جيد لانه هو نزله من اليوتيوب ومش عارف ليش احنا عملنا الصوت كذا. قلت له زين اخذت نسخه مسروقه فليش تشكي من الصوت؟ فلا انا بالنسبه لي الموضوع مش قادر اتكلم عنه، خاصه عندي مشاعر مختلطه تجاهها، لان انا في الاخر كنت في فتره طويله من حياتي اشارك في القرصنه واتفرج على افلام كنت بالنسبه لي لازم اشوفها، والان اوكي اكيد مش الافلام اللي متوفر لي اشوفها، بس اتكلم على مثلا وين اشوف مثلا الافلام القديمه ال 12 انكريمنت، غالبا اول ما حد يحكي لي عنه اروح تورنت وانزله او حتى افلام جديده لسه كانت في كان من سنه اروح انزلها، واعتبر ان انا يعني ما ضرت الصناعه كثير لحد ما استوعبت الموضوع في فتره ما من حياتي، يعني الواحد يكبر ويعقل. ولحد حاليا ما صارت لي انا شخصيا، فالموضوع صار صعب شوي. هو طبعا اكيد الموضوع له علاقه بالوعي، يعني الحوارات هذه انا اعتقد كل ما تصير اكثر يمكن الواعي يوعى اكثر، واللي مش واعي يبدا يوعى، لان هي فعلا قصه يعني قاعده تاثر سلبا بشكل كبير، وكل كان هي سفينه وكل ما يصير كسر تحاول ترجع يقوم واحد ثاني يكسر مكان اخر. طب ما احنا امتى راح نمشي باريحيه وكل شيء ثابت إذا الكل عنده أسباب غير الواقع؟ الواقع يقولنا أنا قاعد أصرف هذا المبلغ لازم أرجع علشان أكسب،
وروح أسوي فيلم آخر. فلازم المنتج يكسب، لازم الموزع يكسب، علشان الصناعة هذه فعلا تترسخ. فدائما عندي هال الاستغراب صراحة، من مش من الشخص العادي، أنا عندي استغراب دائما من السينمائي أو العامل في المجال اللي هو نفسه قاعد يكسر في السفينة نفسها. طب يا عمي ما هي سفينتك. صح. يعني غريب صح. شوي. لكن يعني مثل ما نقول هو الوضع كله شوي مش متأسس صح صراحة، خاصة في جانبنا من العالم. فيمكن الحوارات هذه شوية شوية تنشر الوعي أكبر بشكل أفضل يعني. I hope yeah. I hope so والله. زين خلينا نختم مثلا بالإنتاج، بما أن احنا تكلمنا على دور المنتج. أنا ملاحظ أن أنت بديت تدخل شوية في الإنتاج. صحيح. عندك مشاريع مش أنت المخرج فيها، أو حتى يعني مالك علاقة كمخرج وكاتب، أنت فقط منتج. اشرح لي اهتمامك هذا شوية. أعتقد نواف الموضوع أصلاً أنا ابتدى معاي طول حياتي كمنتج بالموازاة مع الإخراج. يعني مثلا ابتديت اعمل افلام في جامعه الامارات لما كنا في الجامعه، يعني انا وخالد النابلسي والشباب تعرفهم، ابتدينا نعمل افلام. فبالتالي مين بيت اصلا قسم الامور ايامها لمنتج ومخرج؟ فاحنا كنا 7-8 شباب قررنا نعمل افلام 12 فيلم في خلال 4 سنوات. فتلقائيا لقيت انا نفسي انا المكون الجروب، وانا اللي فيك عندي نوع من القياده واحبها، وأحبها لأن أحس أن أنا قادر أشوف الخريطة ومش قادر أفهم ليش، يمكن مشاهدات القديمة وكذا، فأنا قادر أفهم أن هذه العملية الخلاصة النتيجة هذا شكلها كيف شلون مش عارف، ما كنت أعرف شو يعني كلمة منتج. فلقيت نفسي قاعد بخرج أفلام وبنتجها، وفي نفس الوقت هذا 12 فيلم تشمل الأفلام الآخرين خليل ويحيى وتبدل القبعات يعني. ففي الأغلب كنت أنا المنتج عليهم كلهم تقريبا بيشمل أفلام. واستمر الموضوع مع العمل المهني في التلفزيون، مع برضو كمنتج ومخرج أو منتج فقط، واستمر مع أفلام قصيرة انتجتها في أماكن مختلفة. فبس فكون الموضوع عندي حب وفهم شوي للعملية الإنتاجية. ما كان فهم مكتمل، لأنه تركيبة صناعة فيلم روائي طويل بكل خلينا نقول التريكس اللي فيه، ما كان ينفع أعرفها غير لما أدخل فيلم روائي طويل. وهذا اللي صار. فيلم استموت في 20 الناس تذكرني فيه كمخرج، بس لا تنسى الفيلم تم صناعته في السودان، وكل منتجيني أو كوبروديوسرز كلهم ألماني ومصري، ما حد كان يقدر يعرف كيف ينفذ هذا الفيلم 100% في السودان. يعرفون أن الفيلم يحتاج كذا، ولكن جوا السودان ما كان حد يعرف. فبالتالي كونت شركة في السودان ستيشن فيلمز، أنا وصديقي وشريكي محمد العمدة، ومحمد العمدة كوبروديوسر السودان، وبمساعدة فريق سوداني منهم الله يرحمه عمر حلاق، اللي هو كنا نشتغل مع بعض من 10 سنوات قبل، وهو كان لاين بروديوسر. فعمر حلاق وأنا وعمدة اشتغلنا على أنه كيف نطلع من ستموت في 20 تجربة موجودة على الأرض في شكل انتحار. فأكيد بعد ما خلصت تجربة ستموت في 20، هذا جزء البروديوسر اختلط مع السؤال اللي كان قاعد يحاصرني كثير ابتداء من فينيس. السينما السودانية، أنت مسؤول عن السينما السودانية. طبعا أخاف من هالجملة جدا، أنا مش مسؤول عن شيء، كنت أقول لهم أنا مسؤول عن فيديوهات التيك توك مالتي بس. أنا آخر التيك توك مالي مسؤول عنه، ما أنا مسؤول عن شيء. بس بينه وبينك من جوا حسيت شوي كمان بالمسؤولية. So I felt like لازم أعمل تجارب مش مخرجها أمجد، بس طالع من السودان، ما في بروديوسرز موجودين في السودان كثير قادرين يديروا العملية كاملة. يمكن جوا السودان حد يدرها أحسن مني، بس عملية الببليك ريليشن للموضوع والفانز وكذا. فحسيت اني محتاج اعطي شوية جهد لمخرجين سودانيين جدد. حاليا شغال على وداعا جولي اخراج محمد كردفاني، فيلم يعني انا متحمس له جدا، وفي واقعية سياسية يعني معينة صارت قبل انفصال السودان في 2010، اخر 5 سنوات لما كان السودان بلد واحد يعني، من خلال وجهة نظر امرأتان. فيعني حلو
حلو المشروع، وكمان داخل على مشروع كمان آخر قريبا لسه ما نعلن عنه يعني، بس يجمع مجموعة مخرجين سودانيين في فيلم واحد. وكمان حاليا عندي بعد أسبوع أو بعد أيام في مهرجان ساندانس فيلم كباتن الزعتري as a co-producer أنا فيه مع المخرج المصري علي العربي. وعندي فيلم آخر مع مخرج سوداني اسمه صدام صديق، تصويره قريبا جدا في باريس، تصوير الفيلم كامل، فيلم روائي طويل إنتاج شريف مندور، إحنا بس في السودان في منتجين مشاركين. فيعني أعتقد حراك لطيف، قاعد أحاول أشوف مشاريع حلوة تطلع حوالي، وفي نفس الوقت استغليت هذا الموضوع عشان أهرب من السؤال اللي ابتدأ مع أول يوم عرض لفيلم 20، What's your next project؟ كنت أستغرب، I feel it like pushing يعني إن أنا ما صدقت أخلص من هذا مشروع عمري، تقولوا لي What's your next project؟ فكنت أتخبى وراء مشاريع الإنتاج عشان أخذ راحتي في إني أفكر What's my next project؟ طيب نايف، لا برافو عليك وشغل جميل. بس بما أن أنت تكلمت على بدايات الخطوات الأولى اللي هي كانت أيضاً موجودة في الإمارات، هل طبعاً أنت في أفلام كثير صورتها هني، أفلامك الأولى وأفلامك القصيرة، لكن الآن طبعاً أعتقد جزء منه كان يمكن مسؤولية، جزء منه كان يمكن رغبة شخصية، جزء منه هو طبيعتك أو تركيبتك الشخصية طبعاً كان أعتقد محتم إن فيلمك الأول الطويل يكون سوداني في السودان. لكن لازم أسألك أيضاً يعني، هل أنت قاعد تفكر في صنع فيلم ما هنا في الإمارات؟ هل جاء في بالك كيف ممكن تتعامل سواء قبل الخبرة اللي خدتها مع هالفيلم أو بعد الخبرة اللي خدتها مع هالفيلم، كيف راح تتعامل مع الوسط السينمائي اللي موجود في الإمارات؟ تربيت في الوسط السينمائي اللي في الإمارات، تتشهر على هالشيء يعني من سنة 2000، بس أنا تربيت في الإمارات من لما تولدت أصلاً، وعشت في السودان 6 سنين فقط من طفولتي ومراهقتي، وهي كانت شالة الذكريات اللي رحت بعدين اشتغلت عليها. أنا أعتقد قدامي كمان فيلم أو فيلمين أعملهم في السودان، بس بعد كده بغض النظر عن جسر الإمارات اللي جايك على الكلام عنها، عموماً أنا فكرة السينما والحدود وإن أنت جنسيتك كذا لازم تعمل فيلم في البلد الفلاني وفقط ما أفهمها. فأكيد عندي نوايا للعمل في السينما المصرية، وأكيد عندي نوايا للعمل، وأنا عارف أنه تعرف نفس النوايا شفت بتسم وأكيد عندي نوايا العمل في الإمارات، لأنه في الآخر ذاكرتي الحقيقية في الشوارع. يعني مثلا أروح أنا في السودان في شوارع خرطوم ما أكون فعلا ريليتد لبعض لكل الشوارع، لأن أنا ريليتد لمدني مدينة تانية مش قاعدين فيها حاليا. فأنا حتى ذكرياتي لما أشوف، أنا لو أروح لعين أو لما أروح الشارجة عارف هناك ذكرياتي، فهناك في حكاية تنحكى بالنسبة لي أو حكايات. فأعتقد طبعاً الإمارات بالنسبة لي وجهة، لحد الآن والدي يعيش في الإمارات من سنة 79 ومن 88 ما راح السودان أبداً. فأنا بالنسبة لي لازم يجي هاللحظة، لازم يجي وقريب يعني، يمكن ناوي أفلام فيلم الجاي بس يكون ريليتد للسودان كمان، بس لأنه حالياً في حالة إنشاء صناعة إندستري محلي مفقود. كمان الإمارات شايف إنه الإندستري فيها تحول بشكل كبير بعد إلغاء المهرجانات لإندستري في أغلب سينما تجارية، وهذا مطلوب جدا، مطلوب إنه يكون في سينما تجارية كوميدية وأكشن وما أدري شو، أكيد مطلوب. بس كمان حصل نوع من الركود اللي أتمنى الدولة ترجع تنتبه له وتحيي أحد هذيك المهرجانات على الأقل، مهرجان الخليج، دبي، أبوظبي، لازم يكون في عودة للحركة، لازم تعود حركة الفند، على الأقل الفند المحلي، على الأقل الفند للسينما الإماراتية مينيمم يعني. فلا أتمنى، وبعدين بعدني عندي تعرف ماي سيلكشن من الناس اللي أحب شغلهم بدون ذكر أسماء في 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 الإمارات، دفنت لي نواف الجناحي منهم حبيبي. لا وانا بحييك على ان انت من اشجع الناس اللي قدرت تعمل 2 فيتشر فيلمز في وقت قريب من بعض كمان، يعني بينهم 2 تقريبا او شيء، فيعني في وقت كان فعلا المغامرات انه الواحد يعمل فيلم روائي طويل.
فبس اتمنى قريبا هيك نرجع للامارات نشوف شو اللي ممكن ينعمل، شو الحكايه كمان. وبعدين ما تنسى انه ستموت في العشرين لما قررت ان اكتب السكريبت مالته، كتبت مع يوسف ابراهيم اللي هو صديق الكاتب الامارات اللي اشتغلنا مع بعض تينا من قبل. فيعني انت عارف، وابدا ما فكرت ولا لحظه في انه انت اماراتي وانا سوداني، شنو رح تعرف الهويه السودانيه. اول درافت قال لي امجد نكتب شو، قلت له لانه كان هو حيكتبه يبعث لي بعد ما تكلمنا على كل المفروض يحصل فيه وكذا. فقال لي بالفصحى، قلت له لا اكتب الخليجي اقرب، ليش بالفصحى؟ فاهم علي؟ اكتب الاماراتي يعني. فاول درافت مستمد في العشرين مكتوب باللغه باللهجه الاماراتيه، فتخيل يعني. لا جميل جميل. والله يعني نتمنى فعلا الاشياء ترجع شويه تدور بشكل افضل. وانا معك متفق تماما، فكره التنوع مهم، لكن فعلا اللي قاعدين نشهده اخر كم من سنه إن تقريبا اصبح ما في تنوع، أصبح في شكل واحد هو اللي طاغي. وهذا يمكن يخليني أفكر الحين سريعا على شو هي يعني شو هو سوري واقع السينما، الربح من السينما. يعني احنا نقول اوكي نبغي نعرض افلامنا في السينما، مهم ان احنا نوزع افلامنا في جهات اخرى، والحين طلعت البلاتفورمز الجديده نتفليكس وغيرها. في ناس يقولون هذه يعني تصارع او تتحدى الوجود السينمائي الاصلي. انا شخصيا هذا مش رايي، ومو بشايف ان في ازمه اصلا ان احنا نجمع بينهم كلهم. مثل ما صار معك يعني، انت فيلمك راح في السينمات وراح في نتفليكس، وين المشكله؟ هي مساله تنظيميه واداريه بحته يعني. صحيح. ولكن هل نرجع بس نربطها بالامارات هذه، هل سوق الامارات سوق نشط كافي إنه يدخل ربح جميل للأفلام اللي ممكن تنتج بغض النظر عن نوع الفيلم، ولا هو الطموح الزايد هو اللي يخلي الميزانيات تكون أكبر شوي فالربح يصير مش هو الواقعي؟ يعني وين الأزمة؟ في ناس يقول لك السينما شوي شوي راح تموت، في ناس تقول لك والله خلاص هذا شيء عفى عليه الزمن. حتى الحين في الأزمة اللي صارت مال كورونا، على طول من أول أسبوعين طلعت شوية مقالات والله خلاص السينمات موت السينما بدأ مرة ثانية. يا عمي هي رجعت بالراحة، ليش دائما هل القفزات للنتائج الغريبة هذه؟ صحيح. فشو رأيك في القصة هذه؟ يعني أنا مثلا عاشرت هذه المرحلة الماضية، كيف إن أعرض فيلمي مع جمهور لايف في ألمانيا وفي ساوث كوريا وألف معهم ونعمل هذا الكل إيه وهذا التفاعل. وفجأة عايشت من شهر ثلاث كيف إني أعمل فيرتشوال سكرينينجز مع كل هذا. أنا أحسس كان إنه مؤقت طول الوقت، وحسيت إنه كل العالم حزين على المهرجانات اللي وقفت زي كان أو غيره، وحزين على أشياء معينة إنه لا هو الصح مالها هناك في الصالة المغلقة. أنا مع دخول نتفليكس و HBO وغيرهم، ويا حبذا كمان السينما العربية حالياً ابتدت فعلاً تدخل شاهد في دعم فدعم الأفلام العربية حالياً في البلاتفورمز، تلاقيها في القاهرة مهرجان القاهرة وفي مهرجان الجونة وغيرها، تلاقي بلاتفورمز حالياً مشكلة من كلهم OSN تمنح جائزة لأفلام مستقلة، شاهد كله هم زي ما إحنا انتبهنا لأهمية المنصات زي ما المنصات انتبهت لأهمية إحنا. أوكي. فإحنا والمنصات يبدو إنه صارت في لغة تفاهم، فرضها الزمن، فرضها الواقع. الواقع إن هم يحتاجون كونتنت مختلف. يعني عارف لما كنا زمان نحاول نقنع أصحاب السينمات إنه لا في ناس فعلا تحب النوع هذا من السينما، مش كل الناس تحب الكوميرشل، أعتقد كان الموضوع صعب إقناعهم به إلا لو نزلوا فيلم وشافوا شباك التذاكر، وهذا كان بناخذ فترة عشان يعملوها. أما شباك التذاكر للمنصات مفتوح أوريدي من سنوات، فبالتالي هم لوحدهم لاحظوا إنه لما يحطوا فيلم مستقل هنا كذا، كلمة مستقل ومش مستقل اختراع أصلا تم اختراعه مستقل وتجاري، والتجربة بتاعت المنصات أثبتت إن أي كلام يعني. فاهمني؟ ما هو مستقل عن مين وشو يعني تجاري؟ ما أنا حاليا فيلم استمتع العشرين قاعد مستدل إيميلات أشوف العوائد التجارية مالته. So أنا مخرج تجاري أصلا. فاهم علي؟ هذه نقطة مهمة. أنا أعتقد تحديدا كلمة تجاري
طول الوقت تستخدم بالإيحاء السلبي، وهي فعليا كلمة غير سلبية ابدا. انت لما تربطها بالإيحاء السلبي انت مو قصدك الكلمة، انت قصدك صحيح قصدك الكاتيجوري. المنتج او المخرج يتعامل مع المعادلة التجارية بسطحية، فيلا نعمل اي كلام علشان نجيب قرشين. طب هذا الاسلوب، لكن هو مش عيب ابدا ولا غلط ان انت تقول ابغي اربح من الفيلم، لانه في النهايه هاي هي الصنعه، هي هاي الحرفه. فللاسف بالضبط. وبعدين كلمه تجاري يعني تحس انه الموضوع خلق للتصنيف، عاوزين يصنفوا بعض الناس ويبعدوهم عن هذا العالم. فحتى في مصر معروف دايما في حاجه كده بيقولوها ايه، كان زمان يعني اول ما ابتدى موضوع افلام المهرجانات وكذا يقول لك هو الفيلم ده ايه، قصه ولا مناظر؟ ايوه قصه ولا مناظر. استمرت ابتدت بهزار واستمرت. المهم انا حاسس ان هي ابتدت تتغير المعادله. حاليا صار عادي تشوف فيلم للاستاذ العظيم يسرى نصر الله من اخراج من انتاج احمد السبكي. وانا على فكره مستعد اشتغل من انتاج السبكي، ومستعد اشتغل من انتاج كل منتج قاعد يحاول يحرك الصناعه. والسبكي لا فضل على الصناعه على فكره المصريه، وقدر يكون عمود لها ويخليها تستمر في فتره من الفترات. ومش كل الافلام شبه بعض يعني، في الاخر في افلام انا احاول اقدر في يوم من الايام اشتغل على مودها بس بطريقتي. فاعتقد انه الموضوع قاعد يذوب، بس المهم الفيلم ميكرز كمان يعرفون كيف يذوبوا هذا الخط الوهمي الذي تم صنعه. بالضبط. والمنصات لازم اقول هالشيء، بس المنصات كمان عليها انها برضو اول ابتدت كان في نوع من تحسك انها حرب، ولا الفيلم يروح كان عرض اول ويجينا على طول يتعرض، ما يتعرض في السينمات، كانه افتكروا في مرحله ما انه هم في حاله صراع مع العروض السينمائيه. فبس اللي اعتقد هم بعدين فهموا انه الموضوع مش بهي الطريقه، ومش مضطرين تلغوا السينما عشان تكونوا اكزيست يو نو. فاعتقد في الفترات الاخيره صار في نوع من المعالجه للموضوع. بس انا ممكن في يوم من الايام اعمل فيلم واقول لهم ذيس از جاست فور نتفليكس، ما يروح حتى مهرجان ولا مهرجان واحد. انا شايف هذا الفيلم للتلفزيون، وانا احب فكره الافلام التلفزيونيه من صغري يعني، التمثيليه التلفزيونيه. اوكي خلاص هاي التمثيليه التلفزيونيه نتفليكس، انا موافق. اوكي بس في بعض الافلام نو، انا اي نيد صوت هذا الفيلم انه يوصل وريد اروح وتتحدث فيس تو فيس مع الجمهور. فعلا هو للاسف احيانا تطلع اصوات او عقليات مؤمنه بفكره الصراع هذا اللي انا مش فاهمه. ودائما يعني مش اول مره تصير يعني، السينما واجهت كثير تحديات وكثير صراعات، وكان دائما في هالقفز لأن لا السينما هاي راح تنتهي، ودائما كانت السينما هي اللي تنتصر، صالة السينما هي اللي تنتصر، ونحن نكون مع بعض في صالة مظلمة ونشوف شاشة واحدة ونتنفس مع بعض ونضحك مع بعض ونحزن مع بعض، هذا هو أجمل شيء. وبعدين فكرة إنه الناس تبحث على فكرة موت السينما، مش عارف ليه زي ما قلت الناس استعجلت. على فكرة السينما هي البيبي مال الفنون، هي أصغر عمريا يعني، هي أصغر نوع فنون أصلاً يعني، عمرها 100 سنة من ملايين السنين، أو من عمر الفنون اللي يوصل لآلاف آلاف السنين. فوين السينما من عمر المسرح وعمر التشكيل وعمر النحت فهي نوع فن حديث جديد. ليه تنبؤون دايماً بفكرة موت البيبي؟ ليه؟ يعني it's a baby وإحنا قاعدين نربيه على إيده ونتربى معاه. حبيبي يا أمجد حبيبي رب بهذا الحوار، ويعني كنت اتمنى يطول اكثر، بس احنا لنا قعداتنا بروحنا بعدين. انا حاسس ان احنا اصلا قاعدين في صاله بيتك ورا الصاله. هو ده نفس حواراتنا العاديه، حوار سجلناه. حبيبي يا امجد مشكور جدا، وانتظر لقائنا الواقعي قريبا اكيد ان شاء الله. شكرا نواف، وثانكيو على الاستضافه، واشكر سينما عقيل كثير على اهتمامها بالفيلم، ومن اول الناس اللي اهتموا بعرض الفيلم. يعني الفيلم اتعرض في تونس وفي دبي في اول عروض له في العالم قبل فرنسا وقبل كل شيء. فثانك يو بثينة، سلام عقيل، دواف. انا فعلا سعيد جدا بهذا الحوار اليوم.